مهمة للاعبنا محمود عبد المنعم كهربا مع نادي الزمالك. الأهلي لم يتحدث في الأمر لأن الأهلي ليس طرفا، لم يكن الأهلي طرفا معنيا في القضية اللي اترفعت أمام المحكمة الدولية ومن قبل أمام الفيفا الخاصة بعلاقة كهربا السابقة مع الزمالك والعقد اللي كان بينهم والانتقال لنادي برتغالي قبل القدوم للنادي الأهلي. الزمالك وقتها أثناء رئاسة مرتضى منصور للنادي بذل محاولات كثيرة لدى الفيفا وأيضا لدى المحكمة الرياضية الدولية لمحاولة الزج بالأهلي وإدخاله طرفا في القضية. في الحالتين غرفة المنازعات في الفيفا وأيضا المحكمة الرياضية الدولية الاثنين لم يثبت لهما بأي شكل من الأشكال أن للأهلي علاقة بالموضوع، وبالتالي لم يكن الأهلي طرفا في هذا النزاع. النهاردة أنهيت تماما هذه القضية على خلفية دفع محمود عبد المنعم كهربا قيمة الغرامة المستحقة لنادي الزمالك. طلع نادي الزمالك بيان رسمي قال إنه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيعلن عن استلامه لقيمة مبلغ الغرامة المستحقة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي في حسابه الرسمي، والتي تبلغ قيمتها 2,476,389 دولارا. ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على إنهاء الملف بالكامل وإسدال الستار حول القضية بعد استلام مبلغ الغرامة بالكامل في حساب النادي الرسمي اليوم الخميس. أكد مجلس إدارة نادي الزمالك أنه سيتم التواصل مع الاتحاد الدولي فيفا والمحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات القليلة المقبلة لإختيارهما بسداد اللاعب للغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك. من الأخبار المهمة جدا يا أستاذ إبراهيم، طب أنا هرجع للقصة تاني، لكنه النادي الأهلي النهاردة كان بيستقبل ضيفا مهما، استقبل رئيس نادي يانج أفريكانز هيرس سعيد، ده رئيس رابطة الأندية المحترفة، وأيضا أعتقد تفاصيل كثيرة جدا في هذا الاستقبال وهذا النشاط. معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي والذي استقبل المسؤول التنزاني الكبير. دكتور سعد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير مهندس عدلي، ومساء الخير على جمهورنا الكبير اللي بيتابع قناه النادي الاهلي. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين وكل مصر بخير، ويعود دايما الايام على مصر بخير ودايما رايتها مرفوعه بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ان شاء الله علينا، يعودوا بخير دايما على مصر وعلى كل المصريين وعلى جماهير النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. يا دكتور سعد، انت كده شكلك بتجهز نفسك تشتغل في السلك الدبلوماسي كل يوم والتاني، ربنا يكرمك وتستقبل حد يا على مستوى دبلوماسي رفيع يا على مستوى رياضي رفيع، رؤساء انديه، رؤساء اتحادات، مسؤولون كبار، ربنا يقويك. لكن ضروري الزياره بتاعت النهارده دي فيها بعض الخصوصيه هتقول لنا عليها. يعني خليني اخد من كلامك كابتن عدلي، دايما اتعلمت منك كتير لما يجي حد يقول لك مهندس الصفقات تقول له لا انا مش مهندس صفقات النادي الاهلي، هو مهندس الصفقات اللي بيهندس الصفقات هو النادي الاهلي. وفي الحقيقه قيمه ومكانه النادي الاهلي هي اللي بتدي لك الفرص انك انت تبقى موجود داخل مؤسسه وطنيه عريقه. في الحقيقه مش بحكم انتمائنا للنادي الاهلي ان احنا نبقى فخورين بيه، يجب أن يفتخر بيها كل مصري وكل عربي. في الحقيقة أن في مؤسسة بحجم النادي الأهلي وبقيمة النادي الأهلي وبمكانة النادي الأهلي في الحقيقة بتدعونا كلنا بالفخر. يمكن أنا النهاردة شرفت بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لأنه كان حريص أن هو يكون هو اللي يكون في استقبال رئيس نادي يانج أفريكان من تنزانيا، لكن الظروف الصحيه في الحقيقه احالت ان هو يكون موجود النهارده في استقبال هذا الضيف الكبير اللي في الحقيقه قال مجموعه من الكلمات والعبارات الصادقه، لكنها في نفس الوقت خلتنا كلنا واقفين فخورين بالنادي الاهلي وفخورين بانتمائنا للنادي الاهلي وفخورين بانتمائنا لجمهوريه مصر العربيه. يمكن زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، يمكن كان عندنا خلال الاسبوعين الماضيين سلسله من الزيارات اللي هي سواء كانت على في الجانب الدبلوماسي من دولة قطر الشقيقة، من
جمهورية الأرجنتين من دول مختلفة. والنهاردة كان عندنا رئيس يانج أفريكانز، وفي الحقيقة هي دي الزيارة الثانية الرئيس يانج أفريكانز، وهو حريص على أن يؤكد على أنه عندما يتواجد داخل القاهرة، قاهرة المعز، القاهرة الكبرى، القاهرة العظيمة، يبقى حريص على زيارة القلعة الكبيرة في القارة الأفريقية لصناعة الرياضة، وعلى رأسها كرة القدم هي النادي الأهلي. وكان موجود في سنة 2014 في الحقيقة في زيارة أيضا للنادي الأهلي، لكنه كان أيضا بيبقى حريص بمناسبة وجود مباراة غدا مع فريق النادي الأهلي أنه يتواجد داخل جدران النادي الأهلي، ودعا كل الفريق الإدارة اللي موجود في يانج أفريكان أنه هو يكون معاه، منهم البعض يزور النادي الأهلي لأول مرة، وكانوا يؤكدون على أنهم حريصين على هذه الزيارة. ليه حريصين على هذه الزيارة؟ زي ما ذكر في الحقيقة مشكورا رئيس النادي أن النادي الأهلي هو كبير أفريقي، هو أكبر نادي في القارة الأفريقية، وبيقدم تجربة فريدة يجب أن يتعلم منها الجميع. في الحقيقة عندما سمعت هذه الكلمات أصابني الفخر الكبير في أن أنا أكون موجود داخل جدران هذه المؤسسة العريقة. أيضا كان يؤكد على أن من يقود هذه المؤسسة العريقة الكابتن محمود الخطيب هو رمز من رموز كرة القدم الأفريقية، لأنه أحد اللاعبين الذين فازوا بالكرة الذهبية سنة 1982، ويقود هذه المؤسسة بنجاح فريد ونجاح يستحق الإعجاب من كل شخص داخل القارة الأفريقية. وإن هم لما حضروا النهاردة، أنا في الحقيقة بكرر الكلمات وأنا بكررها دلوقتي برضو بشعر بنفس الفخر ساعة ما سمعتها منه. صحيح هو يتحدث عن حقيقة، لكن هذه الحقيقة عندما تسمعها من الآخرين وتسمعها بصدق، وتسمعها أيضا من رئيس نادي ورئيس رابطة الأندية الأفريقية ورئيس نادي بحجم يانج أفريكان، في الحقيقة هو أيضا له تاريخ وله 9 مشاركات داخل البطولة الأفريقية، نتائجه في الفترة الأخيرة تعكس مكانة وقيمة هذا النادي. عندما يقول نحن جئنا للنادي الأهلي لنتعلم من النادي الأهلي، لنكتسب خبرات كبيرة من النادي الأهلي في كل المجالات، كمان إعجابه الشديد بأن النادي الأهلي هو ليس رائد القارة الأفريقية في كرة القدم، ولكنه رائد الكرة الأفريقية في أكثر من 19 لعبة. ال 19 لعبة بيحققوا هم الأبطال على المستوى الوطني، هم الأبطال على مستوى القارة الأفريقية، بل هو أيضا يعني معجب جدا بأن النادي الأهلي، كما أن فريق كرة القدم للنادي الأهلي حقق 4 ميداليات برونزية لكأس العالم للأندية، وهي البطولة الأكبر على الإطلاق في العالم للأندية. أيضا هذا النادي حقق أيضا في كرة اليد مراكز عالمية متقدمة، حقق في كرة السلة مراكز يعني رياضية متقدمة، في كرة اليد، في كرة الطايرة، ويمكن احنا حتى كان هو متابع ان احنا كان عندنا بالامس القريب بطولة كأس السوبر رجال وكأس السوبر سيدات في يومين متتاليين، وكان هناك الحمد لله توفيق من ربنا بان احنا نحصل على البطولتين في يومين متتاليتين. فده بيخليك طبعا في الحقيقة بيخلينا زي ما كابتن محمود وقبل كده رؤساء النادي الاهلي العظماء كلهم، فريق سات الفريق مرتجي، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي، علمونا ان ده بيحملنا مسؤوليه اكبر تجاه الاداء، مسؤوليه اكبر تجاه ان احنا نقدم المزيد والمزيد من العطاء. ويمكن احنا النهارده بتوجيه من الكابتن محمود كنا برضو بنعرض له التجارب الفريده اللي عندنا. يمكن هو كان جاء 2014 واحنا كان عندنا مقر الجزيره ومدينه نصر، لما جانا في 2022 بقى عندنا مقرين جداد، الشيخ زايد والقاهره الجديده، فهو يعني بيشوف ده بانبهار شديد ايه حجم الاداء وحجم الاداء المتسارع، سواء كان على مستوى النتائج الرياضيه المبهره داخل القاره الافريقيه. النهارده بنوصل للبطوله رقم 11 في كره القدم، فرق الطايره ما زالت هي يعني هي التي تحقق ارقام قياسيه داخل القاره الافريقيه على مستوى القاره الافريقيه، ايضا اليد ماشي في هذا الاتجاه، وانت تتطور في البنيه التحتيه بهذا التطور المذهل والضخم. نادي جديد في الشيخ زايد، وكان في 2014 كان لسه الشيخ زايد مش موجود، النهارده عندك الشيخ زايد على مساحه 127 فدان. ويمكن ده على فكره اللي عرض الكابتن محمود للبرد اللي منعه ان هو
يعني يقابل رئيس النادي النهارده، لان الكابتن محمود بالامس كان من الصباح الباكر من الساعه 8 كان معاه المستشار الهندسي ومجموعه فريق العمل موجودين في قلب الشيخ زايد يتابعوا التطورات اللي بتحصل على ارض الواقع في الشيخ زايد من مشروعات جديده سوف يتم افتتاحها في القريب العاجل. ففي الحقيقه احنا كنا كلنا يعني مرحبين بهذه الزياره ورحبنا. هو دون قطع كلامك، انا كنت محتاج اتواصل معاه فقالوا لي هو في الشيخ زايد، على ما توصلت معاه قالوا لا يعني هو كان هنا بس اضطر يمشي، يعني زي ما انت بتقول كده يبدو انه كان لفحه البرد تمكنت منه. فما يعني انت فسرت لي ليه دلوقتي هو يعني مشي على طول، فربنا يعني طبعا يحمينا جميعا من الامراض ومن الوعكات، لان ما يبذله كابتن محمود الخطيب من جهد يعني مؤكد هيعرضه لمشاكل من هذا النوع يعني. لا هو حريص دايما كابتن محمود. كابتن عدلي زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، يمكن هو يعني كان في بدايه هذه الدوره كان حريص على ان يؤكد على مصطلح مهم، ان هذه دوره الشيخ زايد، ودايما كعهدنا بقيادات النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي عندما يعد يفي وعندما يلتزم يمارس عمله بكل دقه وبكل حرص على أن تتحقق الأهداف اللي بيسعى إليها واللي وعد بيها أعضاء الجمعية العمومية، وده دايما طبعا بيبقى له ثمن في حمل كبير على الجانب الصحي، وهو دايما بيبقى حريص إنه يبذل كل مجهود ويتابع كل كبيرة وصغيرة في الحياة بنفسه في النادي، ده يمكن كان موجود امبارح. كمان خليني أرجع تاني للزيارة الكريمة اللي تفضل بيها رئيس النادي يانج أفريكانز. هو يعني كمان احنا يعني نقلنا له رساله من كابتن محمود، ان كابتن محمود في الحقيقه بيبقى حريص جدا على ان النادي الاهلي يرحب بالتعاون مع كل انديه القاره الافريقيه، وبيبقى حريص على ان التعاون ده يبقى فيه تبادل للخبرات. احنا كمان عندنا اهتمام بان احنا نتبادل خبراتنا مع كل انديه القاره الافريقيه بشكل كبير جدا. وان اسمح لي اقطع في الحته دي لان ده دور مهم جدا جدا جدا، الاهلي حريص ان يلعبه داخل افريقيا، لان الرياضه وخصوصا كره القدم تستطيع ان تمد جسور التعاون والثقه والمحبه بيننا كمصريين وبين اشقائنا في كل مكان في افريقيا. فدور مهم جدا جدا جدا، ويتسع حتى لما تتخيله كده في المسؤوليه الاكبر مع دور الدولة الحقيقة، وده يعني يجب أن ننمي هذا الدور وأن نفعله لصالح كل الأطراف. زي ما حضرتك كابتن عدلي تفضلت، احنا حريصين على ده وحريصين على ان احنا ننقل كل التجارب الناجحة اللي عندنا في النادي الأهلي، لأن احنا عندنا العديد من التجارب الناجحة، ويمكن كل ما بنشرب بزيارة أحد المسؤولين أو أحد القيادات اللي موجودين في القارة الأفريقية للنادي الاهلي او حتى من دولنا العربيه الشقيقه اللي بيبقوا دايما حريصين على زياره النادي الاهلي واستلهام تركيبه النادي الاهلي، كابتن محمود كان حريص حتى ان هو ان شاء الله يستمر هذا التعاون وهذه تبادل الزيارات لا تقتصر فقط على زياره رئيس النادي لمقر النادي الاهلي، بل الكابتن محمود كمان حريص على ان هو يذهب ان شاء الله للزيارات ايضا لنادي يانج افريكان في تنزانيا عندما تسمح الظروف بذلك. سوف يكون ايضا هناك زيارات متبادله ما بين الناديين، وده بيؤكد يعني حرص النادي الاهلي واحترامه الشديد واحترامه الكبير لكل انديه القاره الافريقيه، وانه يمد الجسور من التعاون. واحنا النهارده كنا يعني حريصين ان احنا نعكس تجارب النادي الاهلي، كانت تجربته الناجحه في الاداء النتائج الرياضيه المتميزه اللي اتحققت على ارض الملعب، ايضا عندنا تجربه للاداء المالي الناجح للاداء للنادي الاهلي، لان ما فيش نجاح على ارض الملعب الا ما يقابله نجاح خارج ارض الملعب مؤكد. في الجزء المالي الجزء الكوميرشال ايضا كنا حريصين ان احنا نوضحه له، وهو كان معجب بيه جدا. مجموعه الشركات الاذرع الاستثماريه الجديده للنادي الاهلي هو برضه في الحقيقه كان عنده تقدير كبير لهذه التجربه، وحريصين ان احنا برضه ان هم يستفادوا من هذه التجربه. ايضا الشكل هو كان بيقول ان انا فخور جدا
بان انا زرت انديه كبيره وفي اوروبا، ولكن برضه لما بيزور النادي الاهلي بيشعر بطعم وقيمه مختلفه، وده طبعا بيحملنا مسؤوليه زي ما رموز النادي الاهلي بيعلمونا دايما ان احنا كل لازم نشتغل اكثر ولازم ندي اكثر ولازم نحافظ اكثر على هذا الارث اللي احنا اخذناه جيل بعد جيل جيل بيسلمه الجيل ده. دايما اللي بنتعلمه من كابتن محمود ومن كل قيادات النادي الاهلي ومجلس الاداره ده. وبنتهي الزياره ان احنا ان شاء الله هنتقابل بكره في الاستاد وهننافس بعض على ارض الملعب، لكن بعد ما تنتهي المباراه بيرجع تاني دستور التعاون بيننا وبين يانج افريكان ان شاء الله. هرجع للمباراه تاني ديت يا دكتور، لكنه كان عندك استقبال كمان لنائب رئيس نادي مدر السعودي السيد عادل علي الساتري في زيارته للنادي، يا ريت تقول لنا اجواءها كانت ازاي واهدافها ايه؟ يعني كان اليوم حافل في الحقيقه بزياره تانيه من نائب رئيس نادي مدر الاستاذ عادل، وفي الحقيقه هذه الزياره ايضا يعني هي كانت استكمال للزياره الاولى، لان نادي مدر كان موجود في بطوله كاس العالم للانديه لكره اليد اللي استضافتها المملكه العربيه السعوديه الشقيقه في العامين الماضيين. وفي الحقيقه هو كان صادف انه شاف كابتن محمود في تلك البطولتين، ويعني اعجب اعجاب شديد جدا بالكابتن محمود كقيمه وكرمز لكره القدم الافريقيه ورمز لكره القدم المصريه وايضا العربيه. وقال يعني ان انا قررت ان انا اول ما انزل مصر اشوف منظومه النادي الاهلي واشرف بزياره النادي الاهلي. وفي الحقيقه احنا النهارده ايضا كنا سعداء باستقباله داخل جدران النادي الاهلي كواحده من اعرق المؤسسات العربيه والافريقيه اللي احنا دايما فخورين بالانتماء ليها. وهو ابدا برضو في الحقيقه اعجاب بمنظومه النادي الاهلي، بنظام الاداره في النادي الاهلي، بقيادات النادي الاهلي، بسمعه النادي الاهلي، بجماهير النادي الاهلي العريضه في الحقيقه اللي هو بيشوفها موجوده في كل مكان. ودي بتعكس حاجتين مهمين هو يمكن كان في الحقيقه حرص على التاكيد عليهم، ان جماهير النادي الاهلي الكبيره اللي موجوده في كل الدول العربيه، اللي موجوده داخل جمهوريه مصر العربيه، اللي موجوده في كل مكان في كل انحاء العالم، دي بتعكس حجم مؤسسه النادي الاهلي وحجم جماهيرها العظيمه اللي موجوده في كل مكان، وبتعكس كمان قيمه ومكانه النادي الاهلي على المستوى القاري والدولي والعربي. وان هو ايضا حريص ان هو يجي دايما عشان يشوف التجربه الفريده دي ويقدر ينقل منها للمملكه، خصوصا في ظل التطورات اللي بتحصل داخل المملكه العربيه السعوديه من طفره كبيره جدا في كل المجالات. لكن هو عارف ان النادي الاهلي عنده تجربه عظيمه يستطيع انه يقدرها، وهو بيقول ان انا يعني رحت كل الانديه الكبيره في العالم، لكن النادي الاهلي له سحر خاص، له مذاق خاص، هو دايما حتى من صغره حريص ان هو يشوفه، وبيقول انا عندي تيشيرت النادي الاهلي دايما لما بروح حتى زيارات داخل المملكه برتديه، وصعب انك تقدر تقارن حد بالنادي الاهلي. يعني هو حتى بيقول ان احنا صعب ان احنا نخش في مقارنات مع النادي الاهلي لاي نادي في منطقتنا العربيه، النادي الاهلي في الحقيقه في منطقه لوحده زي ما بيقولوا. انا بنقل لحضرتك كل الحاجات اللي هو يعني تحدث كلامه هو يعني دي يعني تعبيرات من نائب رئيس نادي المدر. كان سعيد جدا بالزياره، وكان حضر معانا جزء من الزياره الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، لانهم برضه عندهم يعني في الحقيقه طفره في نادي مدر في كره اليد، فهم حريصين دايما على ان يبقى في شكل من اشكال التعاون بين نادي مدر والنادي الاهلي، ويستفادوا دايما من تجربه النادي الاهلي. فكانت دي الزياره الثانيه، واخذ جوله يعني في نادي الجزيره، ووعد ان هو يشوف يعني الفروع الاخرى، لانه برضو لما سمع ان احنا عندنا اربع افرع غير المقر اللي احنا موجودين فيه بالاضافه للمقر اللي احنا موجودين فيه، فكانت دي بالنسبه له برضو يعني حاجه ما يتميزش بيها غير النادي الاهلي في كل المنطقه بتاعتنا او في كل انحاء العالم. مفيش حد عنده اربع مقرات بهذا الحجم بهذه الساعه وفي العاصمه فقط يعني في العاصمه طبعا. فكان ده محل برضو بالنسبه له اعجاب كبير يعني. طيب دكتور، عندنا حاجتين سواء للجمهور او للاعضاء. الجمهور مبدئيا بكره مباراه الاهلي ويانج افريكانز، ماذا عن الجمهور وماذا عن التسهيلات المعطاه للجماهير
لتفعيل الحضور الجماهيري، لانه حتى يمكن مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي اشار الى مساله انه النادي الاهلي بجماهيره الكبيره محتاج يكون اكبر عدد من جمهوره معاه. ايه التسهيلات اللي بتمنح للجمهور وازاي نقدر نفعل الحضور في الفتره الجايه؟ يعني خلينا ان في بوادر طيبه، في بوادر ايجابيه كثيره بدات في الفتره في الشهر الاخير ده تبقى موجوده. يعني النهارده في ساعه كامله 30,000 متفرج، في مباراه الدوري بقت في 20,000 متفرج، 10 لكل فريق. احنا المره دي يمكن على الرغم برضو ان جمهورنا ده يعني جمهورنا ده جمهور عظيم فعلا، وجمهور بيتحمل وبيضحي وبيبذل جهد كبير. انت تتخيل زي ما احنا كمسؤولين عندنا مهام وما بنقدرش ننام الليل، لو انت تخيلت حضرتك الاسبوع ده حاليا اللي احنا فيه، جمهور النادي الاهلي كان عنده مهام، هو ايضا كان عنده مهام مع فريق كره الطايره بنات، وكان عنده مهام مع فريق كره الطايره رجال، لازم يتواجد ويحفز الفريق، لان جمهور النادي الاهلي دايما هو جمهوره ده حماه، دايما الشعار ده هو اللي احنا بنبقى يعني معتزين بيه جدا، هو اللي بيقدر يحمي الفرقه اللي موجوده في الملعب دي، تشجيعه وحماسه اللي موجود في الجمهور هو دايما اللي بيزق اللعيبه نحو تحقيق الفوز والانجاز، وده بيبقى الدافع القوي لان اللعيبه بتبقى حريصه على يعني اسعاد هذا الجمهور. تخيل بقى حضرتك هو حضر يوم يوم الاثنين ويوم الثلاث، وكان عنده ماتش كوره مع بلديه المحله يوم الثلاث في نفس التوقيت في توقيت واحد، جمهور ساب المدرج وخرج على الصاله المغطاه، وبيوم الجمعه كمان عنده مباراه مع يانج افريكانز. فاحنا في الحقيقه بننظر ده بتقدير كبير جدا، والمره دي يمكن احنا طرحنا مباريات تذاكر مباراه يانج افريكانز مبكرا شويه عشان الجمهور يبقى عنده الفرصه ان هو يخش على شركه تذكرته ويقدر ياخد تذكرته في شكل يعني بصوره مبكره. كمان احنا النهارده اللي عندنا الميزه اللي موجوده الماتش ده مش هتبقى كلها الدرجه الثالثه، يمكن الدوري قصر على الدرجه الثالثه، المره دي في ماتش يانج افريكانز هتبقى الدرجات كلها متاحه، سواء كانت الدرجه الثالثه شمال او الدرجه الثالثه يمين او المقصوره الاماميه والمقصوره الرئيسيه بالاضافه الى الدرجه الاولى. بنبقى حريصين طبعا ان البوابات تتفتح من بدري عشان تستقبل الجماهير، وخصوصا جماهيرنا الكبيره اللي جايه من مختلف المحافظات تبقى جايه ان شاء الله في وقت مبكر، يقدر البوابات تبقى مفتوحه من وقت مبكر. ايضا منسقين مع الجهات الامنيه في الحقيقه علشان يبقى البوابات كلها مفتوحه ومنافذ البوابات يعني ميسره لدخول الجماهير. ده كله احنا بنبقى حريصين عليه عشان جمهورنا يبقى موجود معانا، ولما جمهورنا بيبقى موجود بيمنحنا قوه اكتر، بيعزز من قدرتنا على ان احنا نأدي بشكل افضل، فده احنا حريصين عليه الفتره اللي جايه. وكمان يمكن لجنه المباريات عندنا في اجتماع مستمر موجوده بتعليمات من كابتن محمود، وايضا بتكليف للمهندس خالد مرتجي يبقى موجود مع هذه اللجنه عشان نقدر نشوف كل التيسيرات الممكنه ان احنا نقدر نوفرها لجمهور النادي الاهلي اللي احنا دايما هو النقطه الفارقه في تميز النادي الاهلي. لما زي ما انا ذكرت من شويه ان الضيف الكريم اللي كان موجود نائب رئيس نادي من المملكه العربيه السعوديه، عندنا رئيس نادي مودر من القاره الافريقيه من نادي مودر وايضا يانج افريكان، كلهم بياكدوا على حاجه واحده ان جمهور النادي الاهلي ليس له مثيل داخل القاره الافريقيه، لا وليس له مثيل داخل المنطقه العربيه، وفي الحقيقه في حاله اعجاب من شكله ومن تنظيمه ومن تواجده ومن حماسه، ومن ايضا ان جمهور النادي الاهلي سمته المتميزه انه يتجه نحو الايجابيه بشكل مستمر، لا ينقد، لا يعني بيحافظ جدا على فريقه، بيحافظ جدا على ادارته، بيحافظ جدا على ناديه، ودي سمه دايما بيتميز بيها جمهور النادي الاهلي طوال تاريخه. فان شاء الله الايام القادمه ان شاء الله احنا بنحاول برضه نستمر ان احنا نحرص على تقديم كل ما هو ييسر من حضور جماهيرنا داخل الاستادات الرياضيه ان شاء الله. اخيرا بالنسبه للاعضاء ورسوم العضويه، ما زالت قائمه ولا الوضع فيها ايه؟ ان انا شرفت ان انا دخلت معاكم في مداخله الاسبوع الماضي وقلنا ان في قرار من مجلس الاداره في الحقيقه تقديرا لحرص عدد كبير من المواطنين المصريين ان هم يبقوا
جوه عائله النادي الاهلي، فاحنا اجلنا الزياده دي حتى 30/6 ايضا للظروف الاقتصاديه اللي بيمر بيها العالم، وبالتاكيد لها انعكاسات على الداخل المصري، احنا برضو ده يعني حرصنا عليه. ويمكن احنا كنا من يعني معاكم برضو في نفس المداخله اللي احنا موجودين فيها بنقول كان في زياره امس للكابتن محمود مبكرا في الشيخ زايد عشان يتابع سلسله المشروعات الضخمه اللي بتتم في الشيخ زايد، زي ملاعب كره القدم بتاعت الاكاديميات، زي التطوير اللي حصل في ملاعب كره القدم الخماسي للاعضاء، زي اضافه ملعبين كره الملعبين البادل، زي الصيانه الكبيره اللي حصلت في التنس، زي مجمع الصالات المغطاه، انا بتكلم في الشيخ زايد بس، في مجمع الصالات المغطاه ثلاث صالات اللي موجودين في الشيخ زايد، حمام السباحه واللي بدات الشركه المنفذه العمليات الحفر، واسندنا كمان عمليات الكهروميكانيك ايضا لشركه متخصصه، المسجد موجود، يمكن كان عندنا امبارح ايضا حتى كابتن محمود ده بيتابع ده بنفسه، ان احنا كان عندنا زياره من كريمه من وزاره العدل عشان، وده خبر برضو يعني نتمنى ان ربنا يوفقنا فيه، عشان افتتاح مقر للشهر العقاري ايضا في الشيخ زايد. كل دي سلسله من الخدمات المتكامله اللي بيتاخدها في كل فروع النادي الاهلي، ما اعتقدش ان في فرع بحجم هذا العطاء. احنا كمان عمليه الربط المتكامل ما بين المناطق المختلفه في الشيخ زايد، لانك النهارده بتصل الى اكثر من 55 فدان تم التشغيل عليهم، كل ده النهارده احنا كمان بنقوم بنشاطات كثيره، فبالتالي احنا حريصين ان شاء الله ان الاسعار الحاليه احنا بندرسها، لكن في عندنا بلان واضحه لان احنا بقى يبقى عندنا حاجات في الفتره اللي جايه هنعلن عنها ان شاء الله، لكن احنا مستمرين في السعر الحالي زي ما اعلنا عند حضراتكم المره اللي فاتت، سواء كان في الشيخ زايد او في ايضا القاهره الجديده، اللي طبعا ما زلنا احنا لسه يعني هو ده المولود الجديد بتاع النادي الاهلي، فدايما بيبقى محل تقدير كبير من كل الناس اللي بتشوف الخدمات والتسهيلات اللي موجوده فيه. بندعو طبعا الناس اللي هي عندها رغبه في الانضمام لعائله الاهلي والتمتع بهذه الخدمات ان هي تسارع في الاستمتاع بهذه الفرصه، سواء كان من حيث السعر، سواء كان من حيث ايضا التسهيلات اللي موجوده في طريقه السداد او في عدد سنوات السداد ده، احنا عندنا اكثر من نظام حريصين عليه عشان نقدر نلبي احتياجات كل الافراد اللي موجوده عندها رغبه ان هي تبقى موجوده معانا ان شاء الله وتستمتع بهذه الخدمات المتميزه، بالاضافه طبعا ان احنا عندنا تطوير مستمر في المقرات اللي هي المقر الرئيسي او في مدينه نصر، طبعا في مجموعه من المشروعات نتمنى طبعا ان هي تنتهي بالصوره السريعه اللي احنا معودين اعضائنا عليها ان شاء الله في الفتره القادمه ان شاء الله. دكتور احنا يعني سعدنا جدا بهذه المداخله وهذه الافاضه الكبيره، سواء على مستوى الاستقبالات المهمه او على صعيد ما يقدم للاعضاء وايضا لجمهور النادي الاهلي. شكرا على هذه المداخله. شكرا جزيلا. لم تطرق صغير ولا كبيره. دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي. اعتقد الاستقبالات مهمه.